تبقى عارف الحكايه اولها ايه واخرها ايه. النائب عيد هيكل ايضا كان ليه راي. نشوف ماذا قال ايضا النائب عيد هيكل. الدستور 2014 جاء في مرحله انتقاليه، واليوم اكتملت مؤسسات الدوله واصبح هناك ضروره ملحه. وانا رايت حضرتك في كون هذا الدستور الجديد مع التعديلات ضروره دستور الضروره. المراه الذين يتحدثون على ان المراه ستبقى في 25% من مجلس النواب لا ينسون ان هذه المراه كانت وكيلا لهذا المجلس. لا احد ينسى الدكتور هنا الاسوان ولا الدكتور عائشه راتب، بل كانت الوكيله الاولى. ايضا هناك ضروره ملحه لتبسيط 10 مليون من اصحاب الاعاقه، ايضا الشباب، ايضا اخواتنا الاخبار شركاء هذا الوطن. اما من يتحدثون عن مده الرئاسه بتعديلها من 4 سنوات الى 6 سنوات، فان الدستور 14 كان للضروره الملحه وفتره انتقاليه، وانه لا